السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف مع بعض برنامج الانفرا ووركس. طيب انا دلوقتي عايز ابدأ بالواجهة الرئيسية، هدوس هنا. فدي المشاريع اللي انا كنت شغال عليها. تمام، هنا ده مشروع اسمه الفروسية موديل بيلدر، موديل اتعمل من خلال موديل بيلدر، هنشوف دلوقتي بتعمل ازاي. وده مشروع موجود على الجهاز عندي، وده الاتنين دول سامبل موديل بيجوا مع البرنامج عشان تفتح وتطبق وتشوف مثال للشغل على برامج الانفرا ووركس. طيب انا عايز ابدا، فممكن اجي هنا من موديل بيلدر، فبيجيب لي خريطه اختار مكان المشروع اللي انا عايزه. ممكن هنا تعمل سيرش على مكان معين، مثلا ايجيبت، اي حاجه يبدا ان هو يعمل لك سيرش عليه. طيب انا هاجي هنا ابدا اختار المكان اللي انا عايزه، وليكن مثلا المكان دوت، دي المنطقه الصناعيه. ممكن اجي هنا واقول له انا هرسم ريكتانجل، ممكن اجي هنا وارسم بوليجن، ممكن اجي هنا واعمل امبورت للبوليجن ملف خارجي. تمام، ملف اوتوكاد مثلا. طيب انا هاجي هنا مثلا وارسم بوليجن للمنطقه دي. هو على طول كل ما بترسم حاجه بيبدا يجيب لك المساحه دي كيلومتر مربع. خلاص، هتدوس مرتين فبيقول لك سمي الموديل، دي منطقة صناعية. هنا الديسكريبشن لو انت عايز، هنا الكوردينيشن سيستم، فهتيجي هنا وتبدأ ان انت تختار. ممكن تعمل سيرش، اهوت، وبتبدأ بقى تشوف هتشتغل بأنهي واحد. مثلا هشتغل بالناشونال جريد واقول له اوكي واقول له كرييت موديل. هو بياخد تقريبا ربع ساعه ويبعت لك ايميل خلي بالك ان الملف بتاعك اتعمل. تمام، بيقول لك لو انت عايز تعمل موديل تاني. لا خلاص كده، بعد شويه هيبدا يظهر عندي هنا من ضمن الاختيارات، وهيبقى الموديل بتاعه موديل بيلدر مود. طبعا تقدر تيجي هنا تقول له اوبن موديل او ديليت موديل. طيب خليني افتح دوت، هو بعد نص ساعه كده هيبدا يظهر معايا. او ظهر عندي بالشكل دوت. طيب بنقدر بقى من هنا الموديل بروبرتيز لو انت عايز تشوف الخصائص بتاعت الموديل. طيب عندي هنا الداتا سورس، هنا جايب لك بقى ايه مثلا الداتا الخاصه بالبيلدينج، فتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل لها ريموف، فخلاص بتختفي تماما. عايز اعمل لها كونفيجر، وتقدر ان انت تعدل عليها. الجراوند ايمج برضو ايمجري، تقدر تقول له ريفريش او ريموف، هو مقسمهم فتقدر ان انت تتحكم فيهم. مثلا الرود، انت مش عايز الرود، فتحذف الرود وتبدا ترسم انت الرود من جديد لو انت حابب. طيب ارسم الرود منين؟ لو جيت هنا كرييت بتلاقي عندك في نوعين اساسيين من الطرق. الكومبوننت رود ده بيبقى فيه بروبرتيز اكتر وبيبقى فيه خصائص اكتر. هتيجي هنا خلينا نلغي مثلا الداتا سورس. هنا عندي بي اي بيست واليمنت بيست. البي اي بيست بيبدا يحط لي زي نقطه كده في نص الكيرف اقدر اتحكم فيها. يعني مثلا رسمت اول خط اهو، ماشي، هبدا ارسم تاني، هو بيبدا يعمل لي كيرف بالشكل دوت في نقطه تقدر تتحكم من خلالها اللي هي النقطه دي. خلصت، بتعمل دبل كليك او تدوس انتر عشان يعرف ان انت خلصت. زي ما انت شايف البي اي بيبدا يديني نقطه تقدر ان انت تتحكم من خلالها. طيب وتلاقي هنا في خصائص كتيرة، السرعة بتاعة الطريق، الفانكشن، الكوردينيشن سيستم، السوبر اليفيشن، كل الكلام ده موجود هنا بالخصائص بتاعته بشكل قوي جدا. طيب لو انا قلت له لا انا عايز ارسم، هرسم برضو بنفس الطريقة كومبوننت روت، وقلت له element base، وقلت له الطريقة اهو من هنا لهنا لهنا. بص اعمل الكيرف ازاي، مبقاش في نقطة، بقى في كأن في تلات أجزاء من الأرض ديت. خلاص، هتدوس انتر أو دبل كليك. تمام، دي بقت قطعة لوحديها غير هنا. طيب لو انت بقى قلت له هنا كومبوننت، هتلاقي زي ما انت شايف عندي هنا الاسمبلي، تقدر تقف هنا وتبدأ تختار النوع الطريق هيبقى عامل ازاي.
في انواع كتيره، مثلا سلوب دي جراس مثلا، من هنا كده في طريق زي صراعي كده، بالشكل ده. طيب نفترض ان انا مثلا جيت هنا وقلت له انا عايز ارسم طريق اهوت، وعملنا هنا ايه الاتنين عدوا بالشكل دوت. هو اوتوماتيك عمل لك تقاطع بالشكل دوت. طيب التقاطع ده لو وقفت عليه هتلاقي ان انت تقدر تعدل كل حاجة فيه. يعني ممكن اجي هنا مثلا تقف هنا وتقول له انا عايز اكبر الزاوية هنا، فالريديوس تقدر تتحكم فيها فيبدأ ان هو يغيرها لك بالشكل دوت، او ممكن تقف عليه كله تمام، مش على جزء لا كله، وتقول له جانكشن تايب انا عايز اخليه بالشكل دوت، اللي هو عبارة عن دوار، فتقدر تتحكم بشكل قوي جدا في التقاطعات اللي موجودة، وتقدر بقى تتحكم في الستاندرد اللي هتشتغل بيه. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط. الأبسط منه ان انا بدخل هنا على البلانينج رود. البلانينج رود في تمبليت كتير جاهزه، لكن هو مش مفهوش خصائص هندسيه، مفهوش تحكم زي في الطريق اللي فات. هتيجي هنا تقول له مثلا عايز بوليفارد مع النخل مع كل حاجه تمام اهو، وخليه مثلا يرتبط بالطريق بالشكل ده. طبعا الطرق كلها طول ما ماشية بيبدأ يشوف الطريق ويبدأ يشوف هل هو محتاج ان هو يطلع او ينزل مع الطريق. بص كل ده اترسم في ثانية واحدة، النخل مع مادة النور مع كل الحاجات دي، وكل واحدة من دول عايز تعدل الطريق كل مرة واحدة تقدر، عايز تعدل خانة منه واحدة بس تقدر، ففي تحكم كبير جدا في الطريق. لكن ما عندكش الخصائص اللي كانت موجودة في الكومبوننت روت. يعني بص لو جيت هنا على الكومبوننت رود ودوست رايت كليك هتلاقي ان هو هيديك شو ديزاين سبيد تمام، فتقدر تتحكم في السرعة بتاعة الطريق. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف السوبر الفيجن بالشكل دوت، فتقدر يديك تحكم اكتر في كل حاجة اهو. طبعا هنا بتقدر برضو تتحكم فيها لو انت عايز تغير الداتا اللي موجودة، وتقدر تزود تطرح زي ما انت عايز. ده الروت كروس سيكشن، وتقدر تاخد في اي نقطة تعرف السيكشن عامل ايه تعدل فيه، ففي تحكم هنا اكتر. انما لو جيت هنا وقلت له انا عايز اعدل، هتلاقي بس ان انت تزود فيرتكس او تطرح في فيرتكس تمام. الا لو انت بقى حولته الكومبوننت رود، ساعتها هيبدأ يديك الخصائص اللي تحكمك تخليك تتحكم في الطريق بشكل اقوى بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تختار انت عايز مثلا الرود جيومتري، عايز الديزاين، تقدر تتحكم برضو فيه بنفس الطريقة الطريقة اهوت. فكده اصبح عندك الكومبوننت روت. طيب هنا بقى تيجي هنا لو انت عندك عايز تعمل تصميم جديد، ممكن تقول له اد، ويبقى عندك بروبوزل اخر. ممكن تبقى فيه اكتر من بروبوزل، بحيث ان التعديلات ممكن تكون عايز تحافظ بالنسخة الاصل، او عايز يبقى عندك نسختين. هنا الكونسبشوال فيو ممكن تقول لا ده انا عايزها انجينيرنج فيو، وكل واحدة من دول تقدر تدخل هنا في الخصائص وتعدل الخصائص بتاعتها، وتقدر انت تضيف فيو اخر بحيث ان انت تقدر تتنقل حسب الخصائص اللي انت عايزها. ان شاء الله مكملين في برنامج الانفرا ووركس، ابقوا معانا.